معاكم مشاهدينا مرة تانية على الهواء مباشرة، ومكملين معاكم سلسلة حلقتنا عن سمات الشخص المسلم. النهاردة هنتكلم عن ان لازم المسلم يكون متسامح، متسامح مع كل اللي حواليه سواء اهل او اصحاب او جيران. ديننا هو دين التسامح، واحنا النهاردة كمان في ليلة يعني مباركة، ليلة نص شعبان، عايزين اعمالنا طبعا كلها ان شاء الله تترفع لربنا كده ويكون راضي عنا. فلازم يكون عندنا تسامح في قلوبنا، ننضف قلوبنا النهاردة ونشوف اي حد زعلان نراضيه، لو احنا زعلانين مع حد نرضى ونسامح. عايزه ارحب بضيفنا فضيله الشيخ اشرف مكاوي من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، حياكم الله. كل سنه وحضرتك طيب. طيب صح السلامه، حياكم الله. احنا قلنا بقى مع صفات الشخص المسلم. نعم. لازم النهارده يكون المسلم متسامح في ليله زي دي. صحيح. نعم. ليه بقى؟ نعم، بعد حمد الله تعالى والصلاه والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم. معلوم أن هذه الليلة ورد فيها أحاديث، ومنها أن الله عز وجل يطلع على العباد فيها فيغفر لكل من لم يشرك به شيئا إلا لمشرك أو لمتشحن، يعني يغفر للناس وللعباد اللي اطلع عليهم إلا لمشرك أو متشحن. المشرك أهو لا يغفر الله عز وجل له ما دام هذا على شرك، لكن المتشاحن ده مسلم، المتخاصمين يعني، لكنه في شحناء ما بينه وما بين الناس اللي حواليه. الشحناء ديت بتولد لون من الوان الغل، وبعدين تولد لون من الوان التدابر والفرقه، وبعدين كل واحد يصبح يعيش وحده في كهفه، فكده يتفكك نسيج المجتمع، ويصبح مجتمع تغلب عليه الفرديه مش الجماعيه. الفردية يعني كل واحد عايش لذاته ولنفسه، ودي كارثة. إنما المسلم اللي هو تربى على منهج الله وفعلا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه لهذا الدين، يفيض الله عز وجل على قلبه من رحمته، فتفيض هذه الرحمة من قلب المؤمن على الخلق من حوله. ولذلك ربنا يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له فبما رحمة من الله لنت له. يعني الباء هنا يقول باء السببية، يعني فبسبب رحمة من الله في قلبك كانت هذه الليونة. فلما امتلأ قلبه بالرحمة فاضت هذه الرحمة على الخلق. دي النقطة الأساسية. لذلك لما نقول المسلم متسامح، في الحقيقة هي تساوي المسلم طيب القلب. قلبه طيب، يعني ما بيشيلش، يعني إيه؟ يعني كله عاطفة وكله حنان. يعني إيه كمان؟ يعني لما حد يغلط فيه على طول يلتمس له العذر. عذر ايه؟ عذر انه بني ادم. يعني ايه بني ادم؟ يعني لازم ان يغلط، لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطأ. كل الناس لازم بتغلط، ما فيش حد معصوم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فده بني ادم يعني بيغلط. طب ولما غلط فيه يعني اعمل ايه؟ يعني اتغافل عن غلطته. يعني ايه؟ يعني التمس له العذر، اقول له ده كان منفعل، ده كان فهمني غلط، ده ما كانش واخد باله، ده حد سمع من حد كلام وحش عني، اي حاجه بقى يحاول ان هو يلتمس له العذر. طيب وبعد التماس العذر ينسى اللحظه المؤلمه. ما هو التسامح معناه كده ان انا انسى الماضي المؤلم، فكرش فيه، وبالتالي مش هقابل بقى الإساءة بالإساءة، ده أنا ممكن أقابل الإساءة بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن، أحسن، ادفع بالتي، ادفع بالسيئة الحسنة. شوف، فلابد الواحد يدفع بالإيه؟ بالأحسن، وينسى الإساءة، ويقابل الإساءة من الناس بالتجاهل ونسيانها، بل في أجمل من كده، يقابلها بالإحسان والعطاء. هو إيه بقى الإحسان؟ إن هو يخلي اللي أساء إليه ده هوت يجي له بعد كده ويطلب منه العفو علشان كرم أخلاق اللي أساء إليه. أدي معنى يعني يظل يحسن ويغدق عليه من الإحسان، يعني يقول له الكلمة الطيبة. يعني مرة سيدنا علي زين العابدين قاعد، فدخل عليه رجل فما ترك من إساءة إلا وذكره، ما ترك قولا سيئا إلا وذكره، يعني سب وشتيمة وإهانة وإلى آخره. فما كان من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ابن سيدنا الحسين طبعا، فأم رفع إيده، اللهم إن كان أخي هذا صادقا فاغفر لي،
وإن كان كاذبا فاغفر له. كسفه قام واخد بعضه ماشي. بس شوف الكلمة الجميلة، إن كان اللي بيقوله ده صدق ها يبقى أنا وحش، اغفر لي يا رب. وإذا كان اللي بيقوله ده كذب ها يبقى هو كذاب، فاغفر له يا رب. فلما انصرف وقام الناس خلفه جرى الرجل خلفه وهو يبكي ويجهش في البكاء ويقول له سامحني اعفو عني، فقال لقد جعلتك في حل مما قلت. سامحك يعني أنا سامحتك. شوف فشوف الدعوة يعني هو بيسيء والتاني بيدعيله أثره. ده أخلاق عالية قوي قوي طبعا قوي حاجة قوي. يعني أحد الصالحين في أيام منى زحمة شوية فدخل في ما بين ناس كده ويعني بيزدحم ما بينهم، فواحد خبطه كده وقال له أشهد أنك رجل سوء. فقال والله ما عرفني إلا أنت. يعني إيه؟ هضم نفسه يعني إيه والله صح أنت صادق أنا رجل سوء ومحدش عرفني على حقيقة إلا أنت. أي علو هذا؟ كون أن يهضم نفسه بهذه الطريقة ويقول له أيوة أنا رجل يعني أنا غلطان أنا وحش، أنت بتقول أنت وحش أيوة أنا وحش. فمعنى ذلك إيه؟ يعني ده معناها أن ده استعلى على نفسه استعلى على ذاته، هضم ذاته. فالمتسامح هو ده طبيعته أنه هو هضم نفسه، بيتنازل عن حقه، بيطيب قلبه، طيب بيغفر للناس، بما يزهمش، بيحب يعطي، دائما يعطي، يتغافل عن أخطائهم، هم يسيئوا حتى هو بيعطي يتغافل عن أخطائهم، وهكذا. ده حال الإنسان اللي هو بالفعل يستحق لفظ كلمة إيه؟ متسامح. ولذلك النبي يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني متساهل في تعاملاته مع الخلق، بيبيع يوم بزيادة شوي، يعني يزود في الحاجة شوي، الميزان ما يبقاش بالظبط كده، وخدي كمان يا ابني. جايب الراجل اللي بيشتري معاه، اللي بيشتري جاي معاه ابنه الصغير، يوم يرضي الولد بحاجة، وهكذا. متسامح كده. التاني بيفاصل شويتين، يتنازل شوية، شو سهل كده، سهل. طب واللي بيشتري هو كمان متسامح، هو كمان ما يقعدش يقطع قلب الراجل في الفصال مثلا يعني وكده يغض الطرف عن بعض، الأمور تمشي. وهكذا إذا قضى، إذا اقتضى نفس الكلام، سواء كان سالف فلوس ويسددها، يسددها وهو إيه في وقتها، ما يقعدش ينشف ريق الناس ويماطل الخلق ويبقى عنده الفلوس ومش عاوز يدفع ويدخلها في تجرة تانية وفي حسبة تانية والتاني ده يصبر. طب يصبر ليه؟ حقه، جه وقته، جه أوانه، اتق الله. أغلب التجار فجار، أغلب التجار فجار، وقليل منهم من يتقي الله في التعامل مع الخلق. كذلك لما يبقى ليه فلوس برضه ما يصبرش، يلح. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة جميلة، يقول من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. يعني انظر معسرا، يعني هو دلوقتي اصبح في ازمة، كان المفروض يدفع في الشهر ده اللي عليه، وقع في ورطة، اتأخرت الفلوس عليه، حصل له اشكالية، اصبر عليه بقى. انظره يعني فنظرة الى ميسرة، يعني اصبر عليه. طيب ولو كان احسن من كده امتضى عنه، لو كان عندك قدرة مالية كويسة والمبلغ مش هيأثر كتير معاك، ضع عنه، ضع عنه، وقال له انا سامحتك في المبلغ اللي عليك، ربنا يغفر لك. ده بقى ينتظر ان يظلل، يبقى مش اللي هيظلل يوم القيامة بظل عرش الرحمن سبعة فقط، مش سبع انواع فقط، ده داخل معانا اهو في تامن اهو، اللي هو من انظر معسرا. وهكذا فالمسلم هذا حاله. حاله مع مين بقى؟ حاله مع زوجته، مع اولاده، مع اخواته واقربائه، مع المجتمع كله، مع جيرانه. طفيض، هو ده الحال المسلم. المسلم متسامح مع الزوجة لأن الزوجة لا تخلو من أخطاء، كما إن حال الزوج هو كمان، يعني وحد يعني الرجالة كان هم المبرئين من الأخطاء أبدا، مليانين بلاوي هم كمان. طب والستات عندهم مش إشكاليات، طب وبعدين هنعمل إيه؟ لو إن كل واحد أقف مع التاني بقى على الوحدة، على الوحدة ومع أخطائك وأخطائي، والله ما حد هيعرف يعيش. صح. فلا بد من التغاضي، ولذلك قالوا التغافل في الرجال مكرمة. تغافل يعني يعمل نفسه مش واخد باله، يعني عرف بعضه وأعرض عن بعض،
يعني لو عاتب يعاتب حاجه ويسيب الثانيه. انما لو قعد حط الحبل على الجرار وسحب يبقى اللهم انه يقعد يعد للصبح يكبر دماغه. يكبر دماغه بالمعنى. وهكذا. وهي كمان المفروض كمان. صحيح صحيح. فانا عايز اقول ان الانسان محتاج ان هو يتعلم فن التسامح مع زوجته. بالتغافل عن الاخطاء، بان لما يقع غلط ما دققش قوي يعاتب. ساعات لازم يعاتب، لكن يعاتب برحمه ويعاتب برفق ويعدي وينسى اللحظه المؤلمه ويمشي اموره. وهكذا النبي عليه الصلاه والسلام في يوم ام سلمة بعتت له اناء فيه طعام مع خادم لها. وهو كان ساعتها اليوم ده كان عند عائشة. السيدة عائشة اخذتها الغيرة، يعني هو انا مش هعرف اسد يعني على اطبخ انا بعتله ايه؟ فاخذتها قامت ضربة كده من ايد الغلام او واقع الاناء اتكسر ووقع الطعام على الارض وهكذا. والنبي واقف. فكشوف بقى رد فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى التعامل الكريم السمح، السهولة في التعامل، هين لين. شوفي يعمل ايه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينزل يجمع فلق للصحفة. فلق، الفلق يعني ايه؟ يعني الشقفات بتاعتها كده كأنه مثلا المكسورة يعني لمه كده ويجمع الطعام اللي يصلح للأكل يضعه تاني ويقول كلمة واحدة: غارت أمكم. غارت أمكم، يعني أخذتها الغيرة. يعني إيه؟ بيلتمس العذر، تساهل، بيبحث عن المبرر لها، فبيقول الغير، غارت أمكم. وبعدين استحت السيدة عائشة، قالت: فما كفارته؟ طبعا أعمل إيه دلوقتي؟ فقال: طعام بطعام وإناء بإناء. هاتلها بدلها وخلاص. وهكذا ابعتلها بقى طبق جديد بسهولة وعد الموقف. نعم، صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا لسه عندنا كلام كتير عن ليلة نص شعبان النهاردة، وربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا إن شاء الله النهاردة، لكن بعد الفصل. معاكم مشاهدينا، وجالنا اتصال تليفوني في الفاصل. داليا سألت سؤال هو مهم، انه حالها حال ناس كتير، ان هي كان عليها ايام من رمضان اللي فات، وكان عليها ايام كمان من قبله لما كانت حامل والحمل والرضاعة وكده، فعليها ايام كتير يعني متراكمة كده عليها بقالها كذا سنة. فبتقول انا اعمل ايه ورمضان خلاص فاضله 15 يوم؟ اولا المماطله في اداء الحق حاجه مش كويسه. ادي اول حاجه، يعني اول صدمه، يعني ان دي كان عليها حقوق قديمه. طب ليه ما طلتي ربك سبحانه وتعالى ولم تعجلي بالقضاء؟ فده خطا، ولذلك العلماء يقولون يبقى في بقى حاجه اسمها كفار التاخير. لما يجي علي ايام من رمضان اللي فات ما صمت طول السنه، ما صمتش بغير عذر، يعني انا كان ممكن اصوم ما صمتش، مش طول السنه في مرض، طول السنه في حمل والحمل صعب ان انا اصوم معاه، ابدا طول السنه كان ممكن ان انا اصوم، ما صمتش، اخرت الصيام. فجي رمضان اللي بعده قالوا يبقى عليا فديه مع القضاء. القضاء ان انا لازم اصومهم، أصوم. دول عليا صيام، علي 10 ايام هصوم 10، علي 20 يوم هصوم 20 يوم لازم. لكن في كفاره تطلع. كفارة التأخير بقى. إيه بقى؟ ونخليها مرة واحدة، اللي هي انها تطعم مسكين عن كل يوم. فلو افترضنا ان عليها في رمضان اللي فات دي كلها 40 يوم ما صمتهمش. هتقضي الـ40 يوم، تقضي اللي تقضيه في الايام اللي جاية دي لغاية رمضان ما يدخل، وتقضي بعد ذلك بعد رمضان بقية الايام اللي عليها بعد رمضان. والفلوس اللي تطلعها وتطلع 40 فدية، 40 اطعام مسكين. يعني فطار وسحور. تفطر يعني 10 جنيه 15 جنيه تقريبا كده. يعني تروح تطلع فدية عن اطعام لكل عن كل يوم بقى. والاحسن تطلعهم فلوس ولا تطلعهم اكل يعني وجبات؟ الاحسن اطعام طبعا، الاحسن اطعام وجبات اكل. ما كانش يبقى نطلع الفلوس لكل فقير او مسكين. تمام. وهكذا. والمفروض ان احنا ما نتعودش بقى ان احنا ناخر حق الله، وهو احق ان يقضى. صح. نعم. اللي ما صاموش بقى يلحقوا يصوموا الاسبوعين دول قبل رمضان. نعم. شيماء اهلا بيكي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. هو انا اول مره اتكلم يعني في برنامج وكده. اهلا وسهلا. وعندي يعني امل ان حضرتك هتقف جنبي. اتفضلي يا حبيبه قلبي، سؤالك ايه؟ انا من كفر الشيخ بس من جوزة هنا في القاهره. تمام، قولي لنا سؤالك. حاضر. انا ما شفتش مامتي من رمضان اللي قبل اللي فات.
ماشي. كان انا متجوزه، كان جوزي مطلق قبل كده ومعاه 3 صبيان وما كانش موافقين بيه ماشي. فانا ايه يعني ما راح البلد قابل اهل هناك ما وافقوش. فانا اتجوزت دلوقتي ومعايا بنوت عندها 9 اشهر ومش عارفه يعني. مامتي بتكلمني بس احنا قاعدين عند خمه مرات خمه وهم يعني مش عايزين نروح البلد ومش عايزين اخش البلد. تمام. يعني مش عايزين ندخل البلد خالص. انا عايزه اشوف مامتي واخويا، عند اخويا تعبان وعاجز وكده وعايزه اشوف، بس هم رافضين. مين اللي رافض؟ مين اللي رافض؟ خالي ومرات خالي. احنا بابانا متشوف عن مامتي وقاعدين عند خمه. قاعدين في بيتهم يعني. طب ومامتك ما تقدرش هي تجيلك؟ مامتي تعبانه، معايا اخ عاجز وكده، جاله دور سخونيه من زمان وما بيمشيش ولا بيتكلم وكده. انا عايزه يبقى في ودي يعني، عايزه اروح واجي عليهم عشان هم نفسي اشوفهم وكده. معايا بنوته عندها 19 يعني. انا عملت حاجه غلط حضرتك ولا ايه؟ طيب وانت جربتي تتكلمي مع، حاولي تتكلمي مع خالك برضو نفسه؟ مش عارفه يعني، مش عارفه يعني. انا عايز يعني، عايز انت حضرتك الله يسترك. اهو الشيخ معاك يا حبيبة قلبي، هيرد عليك، ربنا يهدي الحال. طبعا هو شوفي، اصلي الغلطة اللي انت غلطتيها انك انت رحت اتجوزتي بدون رضاه، فبالتأكيد هم شايلين هذا الامر في نفوسهم وزعلانين، او خاصة خالك لان هو الكبير بقى دلوقتي مكان الوالد، فاصبح حاسس ان هو انطعن، وحاسس ان هو انت صغرتيه وكسرت كلامه واهنتيه. كنت ممكن تعملي كل كان ده بالاقناع والصبر لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويوافق وتتجوزي، لكن حصل اللي حصل خلاص. فلازم تقدري مشاعرهم. بس انا عايز اقول لك، قدري مشاعر خالك ده وخالتك او جوز مراته خالك اللي زعلانين منك الزعل ده كله. لكن بوابتك هي مين؟ هي مامتك. لازم انت تحاولي تكلمي مامتك وتتواصلي معاها وتخليها تقنع اخوها انه يسمح لك بالزياره. فده حلك هو مع والدتك، انك تكلميها كتير، تحاولي تتواصلي معاها باي طريقه، توسطي حد من العيله او من البيت او من اي حد ان هو يكلمها ويقنعها انها تقنع اخوها يسمح بالزياره، وتروح ان شاء الله تزوريها وتوديهم. ولو خدتي زوجك معاكي يعتذر لهم ويقول لهم دي انا اصبحت منكم ومعلش اللي حصل حصل، ويعني الامور ترجع ان شاء الله لعلاقتها الطبيعيه. فاسال الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر والدتك وخالك والاهل جميعا انهم يقبلوك، وربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك الخير. السؤال بقى اللي حطيناه النهارده على صفحتنا على الفيسبوك، انه النهارده لازم كلنا نسامح كل الناس. نعم. ولو في حد كان زعلان من حد وسامح يحكي لنا. فمثلا مروه بتقول زعلانه من قرايبي عشان كانوا بيتكلموا عليا من ورا ظهري، بس انا مسامحاهم لان انا كمان اكيد غلطت في حق الناس واتمنى ان هم يسامحوني. هي سامحت عشان ايه؟ ربنا يخلي الناس تسامحوها. نعم. عزه انا مش زعلانه من حد، بس قلبي موجوع ونفسي ربنا يكبر خاطري يا رب. يا عزه ربنا يرضيك يا حبيبتي. اسراء انا سامحت كل اللي مزعليني وصفيت قلبي، اتمنى ان هم كمان يسامحوني لو غلطت في حد. الدنيا مش مستاهله ومحدش ياخد منها حاجه. دعاء مش بزعل حد ومش بزعل من حد وبسامح كل الناس عشان ما بحبش الزعل. بيرو كنت زعلانه مع واحده صاحبتي وكلمتها امبارح وتصالحنا وهي كلمتني، بس انا مش عارفه هي مسامحه ولا لا. جاسمين انا مش زعلانه من اي حد ومسامحه وهفضل على طول اسامح. نور الدين ما بحبش ازعل حد، بس في 2 هم زعلوا مني من غير سبب. في مثلا سعد، انا زعلان من واحد صديقي، ومش بس ان انا زعلان منه، ده انا واصحابي زعلانين منه عشان معاملته وحشه. وفي واحد صديقي تاني زعلان معاه بس صعب اني اتصالح معاه، وفي صديق تاني كنت زعلان منه وتصالحنا مع بعض وانا مسامح كل الناس. سارة انا واحدة صاحبتي عملت في موقف وحش ومامتها هنتني، بعد كل ده انا رديت بكل ادب عليها وانا دلوقتي مسامحة وبدعي لها في صلاتي، لكن هي دلوقتي ما بتكلمنيش. انا كده رضيت ربنا؟ طيب كويس. هو الحقيقة يعني ناس كتير جدا كتبوا ان هم ايه سامحوا، مسامحين. طيب الحمد لله وتصالحوا. كويس قوي التصافح والتسامح والعفو ده، لان احنا فيها مثل هذه الايام المباركة بنرجو رحمة الله، والله عز وجل يرحم من يرحم.
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن يضع الله عليكم رحمته حتى ترحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم. قال ليس برحمة العامة، ليس برحمة الخاصة، إنما برحمة العامة. يعني مش إن يرحم أحدكم خاصة نفسه يبقى حنين قوي على ابنه، يبقى حنين قوي على والدته، لا، إنما رحمة للعالمين، رحمة للخلق أجمعين، التراحم والتسامح مع الناس جميعا من حولنا. فعلشان أنا محتاج الرحمة بلد من أرحم، عشان أنا محتاج العفو من الله لأني أخطائي كثيرة، لازم أن يعفو، أعفو عن الخلق، فكما أحب أن أعامل أعامل. فأنا محتاج النهاردة أن يغفر الله لي، أن يطلع الله علي فيغفر. لكن في بقى حاجة لازم أن أقدمها، أن أزيل من قلبي كل شحناء، وأن أعفو عن الناس جميعا، وأنسى إساءتهم، وأنسى أذيتهم، وأنسى أخطائهم في حقي، وأقول كلنا بنغلط فربنا يغفر لنا جميعا. أجمل حاجة إن إحنا نقول الدعوة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا إن إحنا نعملها، اللي هي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يعني من سأل الله المغفرة واستغفر لكل مؤمن ومؤمنة غفر الله له بعدد كل مؤمن ومؤمن. يعني لو أنا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في كل مكان، غفر الله لي بعدد المسلمين والمسلمات في كل مكان. ولو قلت كمان الأحياء منهم والأموات، يبقى من أول آدم وأنا نازل كده بقى العداد يعد. فأنا خليني رحيم، وخليني عفو، وخليني متصافح ومتسامح، لأن حقيقة السماحة بتريح النفس. صح. والله اللي بيشيل في قلبه هو اللي بيتعب فعلا. وإحنا الحياة قدامنا تجارب، أحسن حاجة نعفو ونتصافح ونصافح ونصفح عن الناس ونغفر للناس وهكذا، ويخلي فيما بينا ود وتعاطف وحنان، هتلاقي الأمور ساعتها ماشية بصورة طيبة. فأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم بارك عليك يا حبيبي رسول الله. يا رب تقبلنا النهاردة إن شاء الله. وأنا بشكر حضرتك وبشكر مشاهدينا، وإحنا وصلنا مشاهدينا لتقريرنا اليومي مع فرحة الأمهات بالعمرة، وهنشوف مع بعض قد إيه كان نفسهم إن هم يطلعوا العمرة دي، وربنا أكرمهم وأمنيتهم اتحققت. تعالى نشوف فرحة أم جديدة النهاردة بالعمرة ونشوف قصتها إيه، لكن بعد الفصل.